ايه اكتر قصة ست وجعت قلبك؟ البنت اللي توفت على الهوا دي معانا، دي اسمها حنين. كانت بتحب شخص، والولد ده كان مريض تعبان، وبرعت له الكليه بتاعتها كمان، يعني جت طلعت ماتشنج فبرعت له الكليه بتاعتها، والبنت كانت بتحبه جدا. حد قال حاجه عليها من اصحابه مش عارف ايه، فسابوا بعض. فبالصدفه البنت يعني اراده ربنا جالها كانسر، وبدات تعيا وهو بعيد عنها خالص، فكانت بتترجاها على الهوا يسمعها او تشوفه قبل ما تموت. فالولد طبعا ما سمعش الكلام خالص، وخطب واكتشف ان هو خاطب، وبعد كده كلمتني فقلت لها طب ايه، ما تفيش سكه ديني رقم تليفونك. اخذت رقم تليفونها تاني يوم الصبح كلمتها، قلت لها ربنا معاكي وما تخافيش وربنا يقف معاكي. قالت لي انا شعري وقع من الكيماوي وحوارات بيوت. قلت لها البسي بقى طرحه واخرجي للناس ووقفي، الموضوع ده محتاج حد يبقى شديد يقف مع نفسه كده، وانا هكلمك الحلقه الجايه علشان اطمن عليكي وكده. الحلقه اللي بعدها حاولنا نكلمها على الهوا ما عرفناش، ما ردتش. الحلقه اللي بعدها قبليها الصبح اختها كلمتني، قالت لي حضرتك كلمتها في الحلقه بتاعت يوم الاحد، وطلع بس هي ما ردتش. قالت لي كان فرح الولد وهي ما استحملتش وماتت. يوم الثلاث طبعا انا خدت الخبر ده الصبح، طلعت الحلقه، قلت بكل الحزن والاسى، بكل يعني كده عايز اقول بقاء لله في حنين مستمعه البرنامج اللي كلكم كنتوا بتسالوني عليها، كانت الناس تبعت لي تسالني عليها. وهنوقف الهوا بإيه احداد على روح حنين، وقف الهوا بإيه احداد. وبعد كده لسه برجع بقول كان حاتم قدامي، قلت له مكالمات، قال لي مفيش مكالمات، تليفون وقف، تليفون انا ونجومها واجده كان عامل ازمه وما زال عامل ازمه لحد دلوقتي حتى في السنترال. يعني مره وقعنا شبكه شركه من شركات المحمول عشان التليفون كان فيه مشكله، واستقبلنا خط محمول من الشركه، النت وقع، فمفيش تليفونات. طب مفيش تليفونات ازاي؟ قال لي مفيش تليفونات. فجاه التليفون لمبه نورت، خدنا اول تليفون من السعوديه. رد شخص علينا قال لي يا استاذ اسامه انا بكلم حضرتك من السعوديه، بلغ اهل حنين ان انا بكره الصبح هطلع اعمل عمره باسمك. دي كانت مكالمات قاسية قوي مؤلمة جدا يعني.